إذن مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان، نتواصل معكم مجددا بتواصل هذه الانطلاقات، بتواصل هذه المنافسات الصباحية من هنا من مضمار السوان بإمارة رأس الخيمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. على بركة الله وحفظه وتوفيقه ينطلق شوطنا الحادي عشر، والذي يحمل في طياته فئة الحول المحليات الأصايل لهجن أبناء القبائل. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. نتابع مشاهدينا الاعزاء معكم مجريات هذا الشوط، ونبدا بالتعرف على المراكز الاولى المتقدمه. جباره بالمركز الاول لهزيم بن محمد بن هزيم المسافري، من يقدم لنا جباره على البدايه والصداره، بينما المركز الثاني لزامه لعلي بن حميد الرزي الشامسي، من يقدم لنا لزامه على المركز الثاني بهذا الاداء الجميل، بينما المركز الثالث ثالث المراكز شوق راشد بن محمد بن عبيد المسافري، من يقدم لنا شوق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع من الجانب الأيمن، المركز الرابع هناك التدخل من هملولة خليفة بن سيف بن محمد الغفولي، بينما المركز الخامس القادمة مياسة محمد بن سيف بن عبد الله بن غرير الكتبي، يقدم لنا مياسة على المركز الخامس. سادسا مرضية لمحسن بن طماطم بن حمد العامري، أهالي الهير حاضرين هنا مع انطلاقة مرضية لهذا الأداء الجميل. المركز الخامس، في المركز السادس، المركز السابع مشاهدينا الاعزاء، وصول وقدوم من هملوله سالم بن سلطان بن عجيل، وصل شعار بن عجيل على المركز السابع، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا هملوله. السابع والثامن تاسعا مبارك بن سلطان بن مبارك الرفيسه الكتبي، وصل هنا شعار الرفيسه للمركز التاسع وعاشر المراكز، عاشر المراكز. اختم هذا النداء مشاهدينا متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء
في كل مكان. نداؤنا لهذه الشعارات وهذه الأسماء التي تسير في دائرة النداء، لنعود إلى الصدارة، لنعود إلى المقدمة، لنعود إلى المركز الأول، لنتابع من جديد ماذا يجري، ماذا يطري، ماذا صار، ماذا جرى في مقدمة الشوط مع عبورنا لجسر العبور 3 كيلومترات المتبقي عن خط النهاية. ولا زالت الأمور كما هي، لا زالت الأمور كما هي. هنا مع المركز الأول جبارة لهزيم بن محمد بن هزيم المسافري من يقدم لنا جبارة، ولكن التغيير من هملولة خليفة بن سيف بن محمد بن سيف الغفلي يقدم لنا انطلاقة هملولة. هذا الأداء الجميل غيرت إلى الصدارة. المركز الثالث هملولة سالم بن سلطان بن عجيل الكتبي حاضرا بالمركز الثالث. المركز الرابع تدخلت هنا مياسة القادمة، هنا مياسة لمحمد بن سيف بن عبد الله بن غرير الكتبي قادم في المركز الرابع. المركز الخامس مرضية يا مرضية محسن بن طماطم بن حمد العامري من يقدم لنا انطلاقة مرضية على المركز الخامس وسادس المراكز. شوق لراشد بن محمد بن عبيد المسافري قادم هنا بالمركز السادس. سابعا مشاهدين الكرام المركز السابع شعاري بن سرحان قادم مع نوادر عبد الله بن محمد بن سرحان الأغفلي يقدم لنا هذا الانطلاق الجميل مع نوادر على المركز السابع والثامن. المراكز القادمة مذهلة، مبارك بن سلطان بن مبارك الرفيس الكتبي يقدم لنا انطلاقة مذهلة على المركز الثامن. المركز التاسع الوصول القدوم من ميالة لعبيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي. أول ندى لميالة. من الجانب الآخر تحركت هنا بويضة مبارك بن محمد بن نصر العامري يقدم لنا البويضة على المركز العاشر وغيرت إلى التاسع. وهناك أيضا المنضم الحقة سعيد بن مطر بن حميد الخاطري تحركت أيضا هنا. زعفرانة ناصر بن عبد الله المسند. هكذا هي المراكز مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. الله 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 المنعطف الأخير 1500 متر ما بقى عن خط النهاية. يا سلام، بدينا نقترب من المنصة، بدينا نقترب من الأمتار الأخيرة، من الأمتار المثيرة. المنعطف الأخير 1200 ما بقى عن خط النهاية. المنصة بانت خط النهاية ينتظر أحد هذه الذلل، أحد هذه الشعارات التي سوف تكون أيضا حديث الساحة لصباح هذا اليوم. يا سلام، لا زالت هنا هملولة خليفة بن سيف بن محمد الأغفلي يقدم لنا هملولة مع الكيلومتر الأخير، مع الكيلومتر المثير. بن عجيل قادم يقدم هملولة. سالم بن سلطان بن عجيل الكتبي يتحرك للمركز الثاني بهذا الأداء الجميل، بهذا التحدي المثير. بدأت التعليمات. شعار بن عجيل والشعار أيضا هنا أيضا الأغفلي خليفة بن سيف بن محمد الأغفلي يقدم هملولة، وهملولة أيضا في ثاني المراكز. سالم بسلطان بن عجيل الكتبي هملولة وهملولة هملولة وهملولة. وين السلام بيغادر شوط الهماليل شوط التحدي، شوط الإثارة، الخمسمائة متر الأخيرة. حرك وروح يلي تبغى الناموس. بن عجيل يتجاوز هملولة. سالم سلطان بن عجيل الكتبي يقدم هملولة على الصدارة على المركز الأول. ها هي تزيد من سرعتها، ها هي تغير من والها، تغير من هذا الأداء إلى أداء، من تحدي إلى تحدي، من أداء إلى أداء. ما شاء الله تبارك الله.
سلام بو سلطان، سلام سالم بو سلطان بن عجيل الاكتبي، تهانينا لك يا بن عجيل. الاغفر لي يحاول، الاغفر لي عاد، الاغفر لي عاد هملوله خليفه بن سيف بن محمد الاغفر. الله الله، عادت في الامتار الاخيره لتفوز بالمركز الاول خليفه بن سيف بن محمد الاغفر. المركز الثاني هملوله سالم بو سلطان بن عجيل الاكتبي. المركز الثالث كانت هنا مشاهدينا الاعزاء مياسه محمد بن سيف بن غرير الاكتبي. المركز الرابع، المركز الرابع زعفران ناصر بن عبد الله المسند. المركز الخامس نوادر عبد الله بن محمد بن سرحان الغفلي.